أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، واليوم راح نتكلم عن مفهوم السعادة أو بالأحرى سعادة الروح. يا ترى كيف أنك أنت تقدر تسعد نفسك؟ السعادة مفهوم أصبح متطلب إجباري في كل المؤسسات الحكومية وبلدان العالم، وكل إنسان يمر في حياتنا محتاج أنه يدور على السعادة الحقيقية. لكن يا ترى هل السعادة الحقيقية في الماديات ولا السعادة الحقيقية في شيء ثاني؟ بنعرف شو موضوع السعادة إن شاء الله في نهاية الحلقة. قادة العالم وكل المفكرين بدأوا أنهم يبحثون عن مفهوم السعادة الحقيقية بعد أن رصدوا كم التعاسة اللي موجودة في هذا العالم، وطبعاً قاسوا كم التعاسة من عدد حالات الاكتئاب والإحباطات اللي شافوها والقلق والتوتر اللي منتشر في المستشفيات، انفصال حالات الأسر ما بينها وما بين بعضها، الطلاق والصراعات والضغوطات اللي موجودة في هذه الحياة. كل هذه الأمور أدت إلى أنهم لازم يجدون طريق وحل للسعادة الحقيقية، لأنهم يبون يخلون الإنسان في حالة سلام داخلي مع نفسه. لكن قبل ما نبدأ أن احنا نتكلم عن السعادة ومفهومها الأساسي، يجب أن نتعرف على دورة حياة الإنسان والضغوطات التي يعاني منها. دورة حياة الإنسان تبدأ بجرس المنبه الصبح عندما يقوم مستيقظا إلى عمله، يتناول الفطور، يدخل في زحمة الشارع، يدخل الدوام، يبدأ أنه يتصارع أو أنه يبدأ في يعني يتصارع مع زملاء العمل، أو أنه قد يكون الحمد لله يكون بيئة العمل جيدة وطيبة. بعدها ممكن يمارس الأنشطة الاعتيادية العادية من ارتياد المطاعم أو أن بعض الزيارات. كل هذه الأمور وكل هذه الأنشطة هي تغذي حاجة الجسد فقط دون أن تغذي حاجة الروح. بتقولوا لي طيب هل الروح منفصلة عن الجسد؟ بقولكم نعم، لأن رب العالمين عندما خلق هذه النفس البشرية أول شيء سوى أنه خلق الروح ووضعها في هذا الجسد، فالجسد يعتبر قالب لهذه الروح. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن رب العالمين يرشدنا في هذه الآية الكريمة أن الإنسان عبارة عن روح وعن جسد. الروح هي مصدر السعادة، الروح هي التي تحرك الإنسان ناحية الاطمئنان، الروح هي ممكن تكون مصدر القلق والتوتر والحزن. فإذا أنت اعتنيت بهذه الروح بشكل جيد فتصل إلى مرحلة السلام. لكن إذا أنت أهملت هذه الروح ولم تزكيها ولم تصفيها، بتوصل لمرحلة القلق والإحباط والانفصال والضغوطات، وبتعيش في دوامة طويلة عريضة ما بتقدر أنك أنت تطلع منها. كل ما اهتميت بهذه الروح وزكيتها وصفيتها ونقيتها وفلترتها من كل الشوائب اللي موجودة فيها، كل ما أنت قدرت توصل لمرحلة السعادة التي هي مطلب أساسي. البعض يعتقد أن السعادة في التعلق بالماديات أو بالمظاهر، قد يكون في سيارة فارهة، أو قد يكون في اقتناء أهل الماركات، أو قد يكون سعادته مرتبطة في هندامة أو في الأكل أو في المشرب أو في المسكن أو في المال والبنون. كل هذه الأمور يسمونها ماديات تخدم الجسد فقط. الجسد عندما يموت سوف يبلى وسوف يبلى وسوف يفنى، والديدان هي اللي بتبدأ أنه تاكله ويندفن في الأرض، لكن ما يبقى حي هي الروح التي تبقى حية، فهي تطلع لبارئها لتقابلها. فلذلك نحتاج أن نحن ننقي هذه الروح ولا نغذيها بالماديات اللي هي مصدر سعادة زائلة وليست دائمة. حتى تصل إلى مرحلة السعادة الدائمة لهذه الروح، أنت تحتاج أنك واحد، أول شيء أن كل الأنشطة اللي أنت قاعد تقيمها الآن، سواء كانت عمل أو سواء كان علاقات أو سواء كان أنشطة المأكل والمشرب والمسكن، دورك كأم أو دورك كولي أمر أو دورك في تربية الأبناء،
كل هذه الأمور يجب أن تحولها لعبادة. يعني لما تقول أنا أسير دوامي عشان في عبادة وأنا أخذ أجر، لما تقول أنا أربي عيالي كنوع من العبادة، لما تقول حتى أنا أكل أساس أن يكون في نوع من العبادة، لما أنا أربط المناشط الأساسية اللي أنا أقوم فيها هذه الحياة بعبادتي برب العالمين، هنا أنت تبدأ أنك أنت ترتاح، روحك تبدأ أنها تسمو، روحك تبدأ أنها تهدأ. فنحن محتاجين أن احنا نربط كل أنشطتنا في هذه الحياة بالعبادة. 2، نحن نحتاج أن نقيم صلواتنا الخمس باستشعار للروح. يعني لما تبدأ أنك أنت تصلي صلواتك الخمس وفروضك الخمس، نحتاج أن تكون روحك هي اللي موجودة، ليس جسدك فقط. تحاول قد ما تقدر أنك أنت يوم تخاطب رب العالمين تخاطبه كأنه موجود، كأنه يسمعك، روحك هي اللي تكلمه، روحك هي اللي تطلع. كل ما أنت استشعرت في صلاتك وفي قيامك وفي تواصلك مع رب العالمين أنه موجود، كل ما حسيت أن هذه الروح بدأت أنها تسمو وبينعكس على جوارحك بشكل غير طبيعي، وبتشعر بالارتياح وبالسعادة اللي عمرك ما راح تحصلها لأنك تقف بين يد رب العالمين. 3، نحن نحتاج دائما لسمو هذه الروح ما يسمى بالتوكيدات. أغلب مدربي التنمية البشرية حاليا دائما يتكلمون عن مسألة يجب أن تردد توكيدات يومية، تردد أنك أنت إيجابي، ردد أنك أنت إنسان مطمئن، ردد أنك أنت والله أنك أنت إنسان سعيد. أنا أقول لك لا تردد هذه التوكيدات. أنا ليش إحنا لازم نربط توكيداتنا بأنفسنا؟ المفروض إن إحنا لما نردد بعض التوكيدات الإيجابية نرددها من قدرة رب العالمين علينا. أنت لما تقول أنا مطمئن، كأنك أنت نسبت الإطمئنان لك أنت، كأنك نسبت القوة لك أنت، وقد تناسيت تماما قدرة رب العالمين عليك. يعني أنت ما بتقدر أنك أنت تكون سعيد إلا إذا رب العالمين راضي عليك، أنت ما بتقدر أنك أنت تكون مطمئن إلا إذا رب العالمين راضي عليك. فليش لازم أن احنا ننسب هذه التوكيدات لأنفسنا؟ خلونا نردد اللي هو الأذكار اليومية، خلونا نردد أسماء الله الحسنى، الله الواسع، الله الكريم، الله القدير، الله قادر على كل شيء، الله واسع بيوسع علينا رزقنا، الله عليم إنه عليم بذات الصدور. كل ما توكل نفسك لرب العالمين كل ما تحس أنك أنت بالراحة وبالاطمئنان. لا توكل نفسك لنفسك، بل وكل نفسك لرب العالمين. ومن الأشياء الإيجابية واللي تخليك تنقي هذه الروح وتخليها تسمو هي مسألة العطاء. لكن المشكلة الأساسية إحنا عندنا خلط ما بين كلمة عطاء وانتظار. دائما حاطين في بالنا أني أنا لما بعطي أو بجدم الخير، سواء كان بكلمة أو سواء كان بفعل خير أو سواء كان شو ما أسديت من معروف، دائما إحنا ياسين ننتظر المقابل. حتى لو كان انتظارك هو كلمة تحفيز أو شكر، حتى لو كان انتظارك هو عبارة عن نظرة من هذا الإنسان، حتى لو كان انتظارك هو تقدير، أنت يالس تنتظر مش يالس أنك أنت تعطي. العطاء مفهومه أنك أنت تعطي بلا مقابل، تعطي حب، تعطي اهتمام، تعطي كلمات إيجابية، تعطي خدمة، تعطي معلومة. مو بلازم أنك أنت عقب ما عطيت أنك أنت تنتظر. بتقولي زي ما علي، أنا أحتاج أن حد يشكرني على الأقل. إذا أنت حطيت في بالك حتى كلمة الشكر إذا انتظرتها من الآخرين، سيتحول مفهوم العطاء هنا إلى انتظار، لن يكون عطاء مخلصا. فنحاول قد ما نقدر أن احنا نخلط ما بين مفهوم العطاء والانتظار. كل ما بديت أنك أنت تعطي بدون انتظار، سوف تسمو بهذه الروح وسوف تنقيها، وبيكون عندك السعادة اللي هي الحقيقية اللي احنا كلنا نبحث عنها.